أما هلأ سلمى، أولى محطاتنا مع مساحتنا الطبية. موضوعنا لليوم سلمى مهم، يمكن دائما بتبلش الحياة الزوجية أو بداية الحياة الزوجية بآمال وأحلام جميلة بين الشريكين. هاي المشكلة اللي عم نحكي عنها هي العقم، ممكن تكون الشرارة الأولى لبداية الخلافات وممكن تؤدي لنهاية هاي الحياة المشتركة الجميلة. أكيد نور، ويمكن بيعاني ما يقارب من 5 لـ 10% من الأزواج، وخصوصا بين عمر 18 لل 45 بالعقم. اليوم رح نتعرف على الأسباب اللي بتؤدي لهذا الشيء، العلاجات، وخصوصا صرنا نسمع حاليا انه ما عاد في شيء مستحيل، يمكن العقم صار مفهوم شوي قديم. طبعا كل المعلومات مع الدكتور بسام الفلوف، اختصاصي بالتوليد والجراحه النسائيه. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح الخير. يسعد صباحك. بالبدايه دائما اي اثنين مبلشين حياتهم جديد، حياه زوجيه مشتركه، بتبلش الوساوس عند العائله او عند الصبيه انه تاخر الحمل، لا لسه بكير. ايمت فينا نقول فعليا تاخر الحمل او في مشكله بالحمل؟ تمام. يسعد صباحكم. نحن بالفقرة الماضية من حكينا يمكن بأنه عن تأخر الحمل. تمام. أنه قبل مرور سنة، يعني بعد ما يتم الزواج، لازم نعطي فرصة لمدة سنة كاملة بدون استخدام أي طريقة لمنع الحمل. بعد مرور سنة وعدم حصول حمل، بهي الحالة وقتها على الزوجين أنهم بقى يراجعوا بهذا الموضوع ويبحثوا عن سبب عدم حدوث الحمل. طبعا أكيد أكيد العقم هو واحد من أهم المشاكل اللي بتواجه أي أسرة أو أي زوجين. أنا بقول دائما بالذات للأنثى، الهدف الأسمى للزواج عند الأنثى والإنجاب، يعني الإنجاب في عمق وعيها للأنثى هو الهدف الأهم لارتباطها. فعدم حدوث الحمل بيعمل لها كتير هيك أحباط، وبيوصلنا لمحلات فعلا مثل ما تفضلتوا بتنشأ خلافات وبتنشأ مشاكل. المهم بعد مرور سنة بقى هون لازم نبحث أو ندرس شو أسباب العقم. طبعا الزوجين مسؤولين عن العقم، يعني في نسبة سابقا كانت نسبة مسؤولية الزوج أقل إلى حد ما، لكن عم نلاحظ هلأ أنه إلى حد ما النسب متساوي. يعني فينا نقول، وإن كان الكلام منه كتير دقيق، نص المسؤولية تقع على الزوجة أو مشاكل أو أمراض الزوجة، وأحيانا نصها تقع على الزوج أو مشاكل الزوج. الزوج بنقدر باستقصاء بسيط جدا نعرف مشكلته، يعني بتحليل بسيط وتحليل سائل منوي بيعملوا بمخبر، وفي عدة أنواع من التحاليل كلها بتدلنا على قدرة الزوج على الإنجاب. تحليل السائل المنوي في له مواصفات بتعداد النطاف وبحركة النطاف وبوجود أشكال شاذة من النطاف. طبعا التصنيفات الحديثة عم تعتمد رقم 15 مليون بالمليمتر الواحد ليكون هذا الزوج منجب. الحركة لازم تكون بحدود 45% الفري اكتيف. الأشكال الشاذة يعني الالتهاب الكراتبيت، هي ما رح أفصل أكثر لأنه الموضوع شوي صعب، بس أنه هي الكريتيريا أو هذا المبادئ العامة لنقول أنه هذا الزوج منجب أو غير منجب. وقت بيكون عند الذكر ضعف بعدد النطاف أو بحركة النطاف، بنلجأ بقى لاستقصاءات أخرى لنشوف شو سببها. أنا المرضى اللي بيراجعوني بقول لهم مثلا أهم سبب هو دوالي الحبل المنوي، أحد الأمراض الشائعة عند الشباب، وبقول بقول لهم يا ريت لو يطلع هيك، لأنه هذا مرض سهل وعلاجه سهل بعمل جراحي بسيط وبيطيب، يعني وغالبا بيستفيدوا هدول الشباب. نعم. طيب دكتور، عادة في كتير حالات بتمر وبنسمع عنها انه راحت راجعت الطبيب هي وزوجها وقال لهم ما في مشكلة،
انتوا اثنين ما عندكم مشاكل؟ لا هلا جايك لا. فهي الحاله شو بيكون السبب فيها؟ انه نحن بس لننتهي انه الذكر في امراض مثلا امراض مثل ما قلنا الامراض اللي علاقه بالدوالي، الامراض اللي علاقه بالخصي بحد ذاتها وببنيتها وبخلاياها. المهم هي الامراض كلها الى علاجات، سواء علاجات جراحيه او دوائيه، وغالبا منوصل لتحليل جيد وبيحدث حمل عفوي. يعني مش كل المرضى، في جزء ما رح نقدر نستفيد، بدنا نلجأ لطرق أخرى لنحكي عنها. عند الزوجة حكيت المرة الماضية الموضوع معقد أكثر، في مراكز يعني المبيضين، الرحم، عنق الرحم، الأنابيب، الارتجلوغلاس، النخامة، في كثير مواضع عندها حدوث خلل فيها يؤدي لتأخر حمل. اللي سألتيني عليه اللي بنسميه نحن العقم مجهول السبب، إنه إيه فعلا حتى القديمين كانوا يسموه له اسم، كانوا يسموه الحمل العزيز عند القديمين، انه هي بتحبل بس كل 9 سنين مرة او كل 5 سنين مرة. البعض اللي بيكتبوا بهالموضوع بيقولوا 4 سنين. ما فينا نعرف ليش. ايه في حالات اسمها كل شيء طبيعي بس ما حصل حمل، وما حصل حمل بنصنفه عقم مجهول السبب. عادة هذا لحاله بيزبط بدون تدخل. ممكن الوضع النفسي عادة أحيانا، ما فينا نعزل الوضع النفسي، لأنه اللي إلها متزوجي 4 سنوات خلص استقرت على وضع نفسي محدد. دائما نحن من يعني دائما بقضايا الإنجاب والزواج والعلاقة الزوجية بنعزي للقضايا النفسية. قضايا نفسية مهمة بس القضايا الحادة. أما القضايا المديدة يعني مريضة كآبة أو مريضة فصامية أو مريضة عندها وسواس أو أي شيء، هي خلص هي اعتاد جسمها على حالتها وبتجيب اولاد. يعني هذا بدي اسالك عنه دكتور، في عوامل تؤشر يعني انه رح يكون في مشكله بالمستقبل عند الرجل او الامراه، انه ممكن يكون اذا هي عانت من مشاكل قبل الزواج ممكن يكون عندها مشاكل بالحمل او الانجاب، او الرجل نفس الشيء؟ تمام. يعني هلا الرجل ممكن هو قبل ما يتزوج يعمل تحليل مثل ما قلت لكم بسيط، يعرف حاله بيجيب او ما بيجيب، وهذا ضروري انا بنصح باجراءه لا يعرف شو بده يساوي بالمستقبل. يعني اما الانثى اذا في شيء جوهري، يعني انثى ما بتجي دوره مثلا انقطاع طمس بدئي، او انثى بتجي دوره بالسنه مره مثلا، او انثى عندها مشاكل مثلا عامله اعمال جراحيه سابقه ببطنها، او عندها مشاكل غديه صريعه. يعني الانثى الطبيعيه البنت يلي عمرها مثلا ما بين 18 و30 سنه افترض، يلي هذا سن الزواج وهي دورتها شبه منتظمه وجسمها في مشاكل، ما بنقدر نعرف هي بتجيب او ما بتجيب. يعني ما عندنا قيم لنقول انه هي ايه منجبه او غير منجبه. اما اذا في مشاكل كبرى طبعا هي مبين، انثى مثلا ما عندها طمس بنوب عمرها 24 سنه، وبنشوفها ببلادنا احيانا بيخبوا الاهل هيك قصص، وهي وحده من مشاكل اجتماعيه انه ما عندها دوره بنوب، وانه ايه بس تتزوج بيمشي حالها. طبعا هي من الاساس عندها مشكله، عرفتي شلون؟ هدول ايه مبين من الاساس في مشكله. اما البنت الطبيعيه طبعا انا عم احكي على بنت طبيعيه عندها طمس منتظم وكل شيء طبيعي عندها، طبعا هي ممكن يكون عندها نسبه مثل ما تفضلتي 10-15% ما يجيب اولاد لاسباب متعدده بالمبيضين او بالرحم او بالعناب. نعم. طيب دكتور، يعني نحن اليوم حابين ناخذ اكبر قدر ممكن من المعلومات، ولكن مشان الوقت خلينا نحكي عن العلاجات لاغلب واشياء الحالات اللي بتمر. هلا نحن انا دائما بقول موضوع العقم مقاربته بلقاء هيك سريع صعب كثير، لانه هو كثير اختصاص قائم بحد ذاته يعني. بس العلاجات العقم عند الذكر مثل ما تفضلت دوائية أو جراحية إذا في أمراض بالحبل المنوي. عند الأنثى في علاجات دوائية وكثير مفيدة. يعني هلأ نحن من الأسباب الشائعة عندنا للعقم هي المبيض متعدد الكيسات وخروج الحليب من الثدي لأنثى غير مرضع، وهدول الحالتين علاجاتهم عادة دوائية، وعادة العلاجات الدوائية بتفيد بهالحالات. هي بتعتمد العلاجات على إعطاء أدوية بتخفض نسبة البرولاكتين أو هرمون الحليب، أو إعطاء أدوية بتحفز المبيض على إنتاج بيوض، يعني الكواليتي تبعها أفضل لا تحدث القاح. هلا وقت بنستنفذ فرص العلاج الدوائي وبنشوف إنه ما قدر نفعنا العلاج الدوائي، بنلجأ لوسائل بتساعدنا اكثر. مثلا ممكن نعمل تنظير للبطن لنشوف
تنظير بطن هو اجراء تشخيصي العالم بتفكروا عمل جراحي، ابدا هو من ضمن الوسائل التشخيصيه اللي بتساعدنا لمعرفه الحاله اكثر عند الانثى. يعني انا عبر الايكو بشوف صوره منقوله صوره، اما بتنظير البطن انا عم شوف بريل تايم بالزمن الحي، يعني عم شوف المبيض بعيني، عم شوف المشاكل في امراض اندوميتريوز، مشاكل التصاقات، يعني في كثير مشاكل مرة عدة كلها بواسطه تنظير البطن بقدر اكتشفها. فاجراء كثير مهم، وكثير سيدات بيخافوا منه بيقولوا والله هذا عمل جراحي ما بدنا نسوي، لا لا لا، هو من ضمن الاجراءات التشخيصيه المهمه. طبعا في بقى الشيء بنسميه الاخصاب المساعد، يلي بعد ما ننتهي من الاجراءات الدوائيه البسيطه في الاخصاب المساعد اللي بيتضمن عده مراحل من اجراء شيء اسمه الحقن ضمن الرحم. طبعا كمان هون بحب ضوي على هالاجراء هذا، الحقن ضمن الرحم انه انا اخذ نطاف من الزوج اعالجها بمواد معينه واعمل لها شيء بيسموه غسل او واشنج، اخذ النطاف الفري اكتيف الممتازه واقدر احقنها ضمن الرحم. هو بالجماع الطبيعي النطاف نزل بالمهبل، في مواد بالسائل المنوي ما بصير تدخل على الرحم، فانت بعمل غسل لهي النطاف فبقدر بحطها انتراتراين ضمن الرحم مباشره، وهي الخطوه بتساعد. بس عندنا كثير بيحبوها العالم، هي رخيصه التكاليف، وما بعرف بحس انه عندهم ايمان انه بتساعدهم، مع انه هو اجراء يستطب لحالات كثير قليله ونسب نجاحه ما قويه، بس هو من ضمن الاجراءات اللي بنبلش فيها. بنرجع بعدين بعدها لوسائل متطوره اكثر اللي هي طفل الانبوب اللي كمان له عده طرق. وبحب اقول هون انه نحن ببلادنا عندنا مراكز كثير متطوره لعلاج لاجراء طفل الانبوب ومتعدده وكثيره، والشباب عندنا عم يعملوا انجازات حقيقيه ومنافسه، يعني منافسه على مستوى العالم، وهذا الشيء نحن بنفتخر فيه. هذا شيء مهم يعني يمكن ضمن الامكانيات طبعاً اكيد طبعاً الموجوده. اسعار زهيده جدا اذا بنطلع، يمكن يتفاجأ المريض انه والله السعر قوي اذا قارنتيه بالدول المجاوره او بالعالم، فبتلاقي انه الاسعار عندنا زهيده مع مراكز كثير حلوه ومتطوره وعندها احدث تقنيات ومنتشره بالمحافظات، بدمشق، في بحمص، بطرطوس، بكل المحافظات. ما بدي اعد يعني وما بدي اقول اسماء، بس كل الشباب اللي عندنا عم يشتغلوا بالموضوع طوروا حالهم كثير وعندهم انجازات كثير حلوه وعم يعملوا نتائج حقيقه تضاهي النتائج عندنا. اكيد نحن بنعتز وبنفتخر فيه ونشكرك دكتور بسام لفلوف اخصائي في التوليد والجراحه النسائيه على وجودك معنا، شكرا كثير لك. كلك ذوق، شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور.